أنحاء المملكة. اليوم احنا في نجناج الرياض، هذه الفعالية التي تقام بالتزامن مع مناطق المملكة، فيها نستذكر تاريخنا العريق اللي يمتد إلى 300 عام. عندما تتجول في نجناج سوف تتجول في المملكة، واليوم نتواجد في أحد الأجنحة وجناح المنطقة الوسطى اللي فعلا يشهد إقبال كبير. هنا نشوف أكلنا ونشوف أزياءنا ونشوف أسواقنا اللي تذكرنا بالماضي وبتاريخنا. نحن الأحفاد نستذكر الآباء والأجداد اللي وحدوا هذه البلاد العظيمة، مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية. طبعا نتواجد الآن في جناح منطقة الوسطى وبجانبي العرضة السعودية اللي دائما ما تكون حاضرة في المناسبات الوطنية واللي تشهد إقبال من الزوار اللي في نجناج. طبعا هذه الفعالية اللي اليوم نعيشها ونستذكرها طبعا على مدى 300 عام، نشاهد طبعا هذه العرضة السعودية التي تقام في مناسباتنا الوطنية ومناسباتنا الرسمية في المملكة العربية السعودية. العرضة السعودية اللي كل مناطق المملكة تعيش أجواء جميلة جدا واحتفالات لهذه المناسبة لنعتز فيها ونفتخر فيها زي ما ذكرنا في المملكة العربية السعودية، والتي تقام طبعا لأول مرة لتأكيد على أصالة وتاريخ المملكة العربية السعودية التي ابتدأت من الدولة السعودية الأولى يعني وامتداد الدولة السعودية الثانية وصولا إلى المملكة العربية السعودية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعضيده ولي العهد.